كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. المشكل ديال اتحاد طنجة ماشي مشكل ديال اللاعبين ولا ديال الصفقات ولا ديال المدربين، المشكل ديال اتحاد طنجة هو في السياسة ديال التسيير. ما كاينش، ما كنشوفوش استراتيجية ديال التسيير ديال الفريق على المدى القريب ولا المدى المتوسط ولا المدى البعيد. كنشوفو صفقات عشوائية، 10 11 طناج ملاعبية كل عام، مدربين كيجيو كيمشيو كيضربوا 3 شهور كيمشيو فحالهم. ما كاينش استقرارية في النتائج، ما كاينش استقرارية في التقنيات. يعني كيجي مدرب كيضرب 3 بارديدو صار 4، يعني ما عطيش شي نتائج فعالة في شهر. دونك هذا هو المشكل ديال اتحاد طنجة، هو التسيير. يعني ماشي مشكل لاعبين، ماشي مشكل صفقات، وان شاء الله واخا هادشي كامل هاد الازمه نخرجوا منها. واليوم ان شاء الله 3 النقط. شنو الحل اللي ممكن باش تخرجوا اتحاد طنجة من هاد الازمه؟ والحل هو الحل دابا هو مرهون باتحاد الجمهور. اول حاجه خصنا نتحدوا كاملين بينا ويكون عندنا هدف واحد، يكون عندنا هدف واحد الان هو نقاد الفريق، ما نطيحوش للقسم الثاني. وفي الصيف خص المكسب، وجميع المنخرطين خصهم يمشيو بحالهم، ما خصهمش يبقاو. وان شاء الله يجي مكسب جديد، طموح جديد واهداف جديده، وان شاء الله نشوفوا. شكرا للجمهور اللي جا يحضر معنا في مدينه اكادير، وشكرا سي سفيان، وشكرا الجماهير. حنا كنتمنوا وشكرا على حسن الاستقبال. وشكرا على حسن الاستقبال، وكنتمنوا هذا البارديدو هذا نجيبوا فيه 3 نقيطات ونعودوا فرحانين. وكنتمنوا المكتب يتبدل، وكنتمنوا اللاعبيه يكونوا معنا رجال وترجلوا معنا كما كترجلوا معاهم. و 48 ساعة وحنا شابرين الطريق باش نتفرجوا هاد المقابلة، وكنتمنوا نديو 3 نقيطات. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.